السلام عليكم، يعطيكم العافية. رجعنا لكم بمقطع جديد. المقطع هذا عبارة عن رسمة أو جدارية لاستقبال شهر محرم، وإن شاء الله الأمن لان على أعجابكم. نقول بسم الله ونشوف معنا. هل هلال محرم وإحنا نوح بالحسرة، هذه حالة الشيعة عجل، وش حالة الزهرة تنسى وكزة المسمار، تنسى وكزة المسمار وتنسى الضلع لمها الشام، وتجي معصبة للراس ويجري من صدرها الدم، وتونون حسن وحسين وتقعد وسطة المأتم، حزينة لابسة الأسود تبكي وعينها حمرا. حسين يا محني الضلع وتنور وتنادي بدميع منثور، ومن واحد إلى واحد أطبالك، ومن واحد إلى واحد في وسط المصيبة الدور، تصيح بصوت يا شيعة ذوبني شهر عاشور، مصاب حسين خلاني انسى الضلع والعصرة. حسين كامل، وان شاء الله العمل لان على اعجابكم واختم اعجابكم. بالصلاة على محمد وآل محمد، وان شاء الله راجعين للمقاطع زي التنزيل اللي راح، ونشوفكم ان شاء الله على خير. في امان الله.